عنكم أيها المسلمون أيها المصلون، ونحن إذ نستقبل عاما دراسيا جديدا ينبغي علينا أن نتجنب السلبيات التي حصلت في العام الماضي وفي الأعوام السابقة. فمن هذه السلبيات هو ضعف التعاون بين المدرسة والبيت، وذلك للتقصير الحاصل من قبل الآباء والأمهات. فحينما يغيب أحد الطلاب عن المدرسة ترسل إدارة المدرسة إلى ولي أمر الطالب للحضور أو للاستفسار عن سبب غياب ابنه أو ابنته، فلا يحترف ولي الأمر ولا يحضر إلى المدرسة. وهذا يعني عدم وجود التعاون بين المدرسة والبيت، مما يؤدي إلى انخلاف الطلاب سلوكيا وأخلاقيا وعلميا. فالطالب نراه يتسكع بالشوارع، والطالبة تذهب إلى مكان مجهول بعد أن تخلع مريض المدرسة. أيها الآباء، أيتها الأمهات، من المظاهر السلبية أيضا حينما يعاقب الطالب من قبل المدرسة أو من قبل المعلم. يأتي ولي الأمر إلى المدرسة للاحتجاج على معاقبة ابنه دون أن يسأل لماذا عوقب. ونحن نسأل، هل يعاقب الطالب المجتهد؟ وهل يعاقب الطالب المؤدب؟ لا، إن الطالب الذي يعاقب إنه الكسول أو غير المؤدب. ثم يذهب ولي الأمر إلى الشرطة ليقدم شكوى ضد إدارة المدرسة أو ضد المعلم. فماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن الأب يشجع ابنه على الكسل ويشجعه على الهمالة وعلى الانحراف. فكان الواجب على الأب أن يقف مع إدارة المدرسة ضد ابنه ليرتدع الطالب وليقوم سلوكه وأخلاقه، وحتى يحفظ الهيبة للمدرسة وللمعلم. أيها المسلمون، أيها المصلون، أما المناهج المدرسية فلا تزال مشكلتها في مدينة القدس قائمة غير قاعدة، مشكلة تتفاقم بسبب تدخل بلدية القدس الاحتلالية في موضوع الولايات، حيث تريد أن تفرض الكتب التي تقررها وتشرف على طباعتها وتوزعها على المدارس العربية. ونحن رغم تحفظنا على المناهج الفلسطينية، إلا أن السلطات المحتلة قد عمدت على نسخها وإفراغها من مضمونها، وذلك بشطب العبارات المتعلقة بالانتماء إلى ديننا وحضارتنا وثقافتنا وبلادنا. وتسعى بلدية القدس الإسرائيلية إلى نزع العلاقة الروحية الإيمانية بمدينة القدس من عقول طلابنا وطالباتنا. وعليه فإننا نطالب إدارات المدارس والمعلمين والمعلمات، كما نطالب
رجال أولياء أمور الطلاب، نطالبهم التمسك والاستمرار بالمناهج الحالية رغم تحفظنا عليها وعدم التعامل مع المناهج المنصوصة والمحرفة، وإننا لمنطوعون. جاء في الحديث النبوي الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فيا فوز المستبصرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، أيها المصلون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، هناك أمران خطيران لا بد من التعرض لهما. الأمر الأول: ما يجري على أرض سوريا العزيزة، إنها أحداث ونكبات خطيرة من سفك للدماء وإزهاق للأرواح وتدمير للبيوت وللمساجد. فهل النظام السوري الظالم حريص على شعبه وعلى بلده؟ إن الذي يقوم بهذه الأعمال الإجرامية لا يصلح لأن يحكم هذا الشعب الأبي، هذا الشعب الأصيل. إن النظام السوري هو نظام مستبد طائفي يتعامل مع الشعب من منطلق التوحش والحقد والإجرام، فيتوجب على المسلمين بشكل عام أن يهوكوا بنصرة هذا الشعب المظلوم وللعمل على تغيير هذا الحكم الفاسد بحكم إسلامي، لأن الشعب السوري هو شعب مسلم. فتحية إكبار واحترام لهذا الشعب المجاهد، ونترحم على شهدائه، ونرجو الله العلي القدير للجرحى بالشفاء العاجل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها المسلمون، أيها المصلون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، الأمر الآخر الخطير ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، والذي مرت على ذكرى حريقه المشروم 43 يوم الثلاثاء الماضي، ولا تزال الحرائق تلاحقه وتحرق به بأشكال وصور متعددة، من ادعاء بأن ساحات الأقصى هي ساحات عامة، وادعاء آخر بأن الأقصى هو جزء من دولة إسرائيل كما يظنون، وادعاء ثالث يطالب بأن يكون لليهود أيام للصلاة في الأقصى وأيام أخرى من الأسبوع للمسلمين. فإن هذه الادعاءات هي ادعاءات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا. أيها المسلمون، أيها المصلون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، لقد أصدرت الهيئة الإسلامية العليا
ومجلس الأوقاف بالقدس بياناً أكدوا فيه موقفهم المبدئي الإيماني بأن الأقصى للمسلمين وحدهم بقرار من رب العالمين، ولا علاقة لغير المسلمين به، وليس لليهود أي حق فيه، وأن الأقصى بجميع ساحاته ومرافقه مرتبط بالحرم المكي في مكة المكرمة وبالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وهو أسمى من أن يخضع لقرارات المحاكم ولا لقرارات الحكومات، ولا تنازل عن ذرة تراب من الأقصى، ولم تتكرر المأساة التي يمر بها المسجد الإبراهيمي في مدينة القليل، لن تتكرر بحق المسجد الأقصى بإذن الله. وسيبقى المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يدافعون عن أقصاهم الذي هو جزء من إيمانهم وعقيدتهم، فلا بد من شد الرحال في جميع الأوقات وفي رمضان وما بعد رمضان. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها المصلون، الساعة ساعة استجابة، فأمنوا من بعدي. اللهم آمنا في أوطاننا وفرج الكرب عنا. اللهم احمل مسجد الأقصى من كل سوء. اللهم هيئ من يوحد المسلمين ويحلو حلو صلاح الدين. اللهم اجعل الأمة الإسلامية في كفالتك واهدها للعمل بكتابك. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا وأطلق سراح أسرانا. اللهم يا الله يا أمل الحائلين ويا نصير المستضعفين، ندعوك بكل اليقين إعلاء شأن المسلمين بالحق والنصر المبين. اللهم يا الله يا عزيز يا جبار يا منتقم، انتقم لنا من الظالمين المستبدين السفاحين في سوريا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ورحمة مغفرة بعد الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي فضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأقم الصلاة إن صلاة الأحياء والأموات، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.